والآن مع محاضرتنا السادسة لهذا اليوم، وضيفنا الدكتور إسلام الغنيمي في محاضرة بعنوان رؤية التصميم الأماكن المفتوحة بعد جائحة كورونا. نشكر الدكتور إسلام الغنيمي على مشاركته معنا وقبول الدعوة. دكتور، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء مشكورين، الله. جزاكم الله خير على الدعوة الرائعة، مشكورين على المجهود، يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أتمنى يكون السكرين واضحة للجميع الحين. الحمد لله. الموضوع بتاعي يمكن شوية يعني مختلف عن المواضيع السابقة، لأنه احنا بنتكلم على رؤية للتصميم الأماكن المفتوحة بعد انحصار جائحة الكوفيد أو الكورونا في الفترة الماضية، أو الكوفيد يعني الجائحة بكل مأساة التي مرت بها الأماكن في على مستوى الكرة الأرضية بصفة عامة. الدراسة المقدمة هي دراسة كانت بالإشراك مع مكتب معماري موجود في الخبر في المملكة العربية السعودية، وكنا بنتحدث عن تصميم الأماكن المفتوحة بصفة عامة، وكان الحديث بصفة خاصة عن الووتر فرونت أو الأماكن أو الواجهات البحرية للمدن. من المعروف طبعا أن الواجهات البحرية في المدن الساحلية تعتبر من الأماكن الجاذبة للسكان بصفة عامة وللسائحين بصفة خاصة. ان الووتر فرونت في اي مدينه تعتبر هي ليلا ونهارا من الاماكن النشطه في خلال 24 ساعه في الاسبوع، وبيرتادها كثير من الناس بصفه عامه باختلاف الثقافات، باختلاف الخلفيات الاجتماعيه، باختلاف الكالتشر، كل الانماط الموجوده تستخدم هذه الاماكن. الاماكن دي بعد بتطور الاستعمال اصبحت بيمارس فيها انشطه مختلفه، من رياضه، من ترفيه، من انشطه اجتماعيه، من انشطه تجاريه الى اخره من هذه الانشطه. وكانت هي كما نقول هي رؤيه او جاذبه للمختلف الزوار او مختلف المستعملين من الاماكن المختلفه في المدن. في كثير من الباحثين اتكلموا على الووتر فرونت واهميتها في الجذب وفي الانشطه وفي خلافه، واكدوا على ان هي ان التعامل مع الووتر فرونت من الامور المريحه جدا للسكان، ولها تاثير عالي على السكان في المدن الساحليه تختلف عن المدن الداخليه، وشجعوا على التعامل معها بمختلف دور اللاندسكيب اركتكت او معماري البيئه في الآونة الأخيرة ذات في استعمال أو في تصميم هذه الأماكن ليتلاقى مع الاحتياجات الخاصة بالسكان. ليست فقط هو مكان للممشى، ليست فقط هي شجرة، ليست فقط تبليطات، ولكنها عمق كبير في الاستعمال وله بعد عالي جدا في تأثير السكان من التطوير والراحة النفسية والأنشطة وخلافه. في الدور بتاع معماري البيئة في الووتر فرونت إنه يحول المكان أو المساحة إلى مكان أو from space to place كنا. للأسف مع الفترة بتاعت الكوفيد جميعا عاصرناها الفترات الماضية، يعني الجميع مع اللوك داون ومع انحصار الناس في الاماكن في بيوتها وعدم قدرتهم على الخروج واشتياقهم للخروج وممارسه الانشطه اليوميه بالنسبه لهم، الموضوع اصبح كنوع من الكابوس اللي طبعا جميعا مرينا بها، وحسينا ان عقب انتهاء او انحصار هذه الجائحه يجب ان يكون هناك نوع من رؤيه جديده للتعامل مع هذه الاماكن لتعويض ما فاتنا في الفترة دي. للأسف الشديد طبعا مع عملية اللوك داون حصل آثار سلبية كثيرة جدا من الناحية النفسية والمعنوية والاقتصادية في للسكان الموجودين، واللي تعودوا ارتياد هذه المناطق، لأن هذه المناطق المفتوحة كووتر فرونت أصبحت مغلقة لمرتديها ولا يمكن الجلوس إليها لمعرفة إن أو لمحاولة السيطرة على انتشار الكوفيد كما نعلم جميعا،
كان هناك في ضوابط لاستعمال اي مكان مفتوح، وكان في ريستريكشن او في يعني محاذير عامه في التعامل مع هذه الاماكن لمنع انتشار المرض بصفه يعني كبيره مره اخرى، او يعني بصفه كبيره في المجتمع. للاسف الشديد كما نرى امامنا في الووتر فرونت الموجوده ان المناطق اصبحت مهجوره للاسف الشديد، حاجه او شيء كما هو موجود امامنا بعد ما كانت هذه الاماكن عامره ومرتضى بناسها، فلفتره توقفت هذه الحياه، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى حصل نوع من اعاده الفتح بصفه يعني جيده، واصبحت الحمد لله حاليا فينا ممارسه. ولكن احنا بنخوض في نقطه محدده هي عمليه التعامل مع هذه الاماكن المفتوحه كمحاذير لتفادي اي تاثيرات سلبيه للكوفيد في المستقبل. زي ما احنا شايفين في بعض من الانشطه اللي كانت موجوده وكانت تمارس كانت متنفس للناس كمرتد للاطفال، كان للعائلات، لذوي الاحتياجات الخاصه، كل هذه الامور للاسف انها توقفت. ليه أنا بعرض هذا الموضوع؟ لأن إلى أي مدى كانت المشاكل ليست فقط لشخص بذاته أو كأسرة أو كمجتمع، لا ده الموضوع كبير جدا وله أثار ممتدة للمستقبل، ولازم ننتبه منها ونحاول نحن إن شاء الله في المستقبل نرتب الأمور لمجابهة هذه الأمور في تصميم أماكن مفتوحة. اخترنا الوجهة البحرية لمدينة الخبر لأن المشروع ده من فترة طويلة هو في من قيام مدينة الخبر، والواجهة الموجودة تعتبر متنفس للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وبها أنشطة كثيرة، ويكفي أننا نعلم أن الاستثمارات المادية الموجودة هي في سبيل المثال آخر تعديل سنة 2010، طبعا هذا قبل الأخير قبل الكوفيد، سنة 2010 كانت الاستثمارات المنفذة في هذه المنطقة حوالي 230 مليون ريال سعودي كما حصلت عليها من المصادر الموثوقة، وكانت في مسطح كبير. الشاهد في الأمر أن الأماكن الموجودة المفتوحة دي لو تشوف النطاق ده فيها استثمارات عالية جداً، ولا يصح بأي حال من الأحوال أنها كانت تغلق، لكن الظروف والأحكام أجبرت الجميع أنها تغلق، وإلا كانت تحصل مأساة أكبر، فضرر دفع الضرر كان هو الأساس في هذا الموضوع. لكن مبلغ 230 مليون ريال سعودي المبلغ ليس بالقليل، ولا يمكن أن يهمش أو أنه يكون على مكان. طبعا الوجهة البحرية لها تاريخ عميق في الخبر ولها يعني أنشطة حديثة لا يستهان بها. الآن بعد انحسار الكوفيد أو نوع من كما نقول نزول البانديميك والجرين لايت ابتدى يظهر أو الضوء الأخضر ابتدى يظهر لاستعمال الأماكن بمحاذير وليس طبعا بأريحية كاملة، الـ WHO أصدرت بعض من الجايدلاينز أو من الإرشادات اللي استعانت بها معظم الدول لتطبيقها للتعامل مع تأثيرات الكوفيد في التعامل بالأماكن المفتوحة. كل دولة حسب يعني على مستوى العالم أخذت هذه التوصيات ونفذتها بطريقة تخصها طبعا للجوانب الاقتصادية والثقافية الاجتماعية إلى جانب البيئة الخاصة بالمدينة. بعقب النقطة دي طبعا كان يجب أن احنا نبقى فاهمين أن احنا كان في مرحلة كاملة كانت فيها اللوك داون زي ما احنا معروف سابقا، لكن احنا بنتكلم الحين على هي المراحل اللي هي بتفتح حاليا. لا قدر الله لو حصل في المستقبل اي نوع من انواع البانديميكس، لان احنا كما نسمع وكثيرا كما يقال ان احذروا سيكون هناك موجه جديده لا يعني لا تثق تماما بانه حصل انتصار، ما زالت هناك حالات، كل هذه الامور معروفه ويجب ان نتعايش معها بصفه ايجابيه وليس بصفه الفزع او الهلع. لكن للتعامل مع هذا الأمر لا يجب أن يكون هناك نوع من الاستهانة بأن احنا خلاص تعودنا أو عرفنا أو إلى آخره، فبالتالي حصل أن كل دولة وضعت النقاط اللي تقدر تنظم بيها التعامل مع الأماكن المفتوحة وهو العودة وبحذر. كما نعلم مثلا
في مثالين موجودين من المملكة العربية السعودية ومن مملكة البحرين، إن كان في تطبيقات على الهواتف الذكية باستعمالها كيفية التعامل مع الكوفيد، لا قدر الله هذه الأماكن مصابة، لقد خلطت أحد أو إلى آخره، حصل نوع من التوعية ومحاولة توصيل المعلومة بصفة أو بأخرى للناس في الشوارع وفي الأماكن بصفة عامة، لنوع من التحذير في التعامل أو الحذر في التعامل مع الأمور. ودي هذه الأمور كانت من الشيء اللي هي إيجابية جدا وساعدت مستعمل التكنولوجيا أو التقنيات في التعامل معها. من ناحية كانت إيجابية أن الكوفيد زي ما حصل قديما، أن مثلا زي حاجة زي الأوبئة كانت قديما كل وباء كان بيمر به المجتمع كان بيكون له أثار إيجابية في طبعا في أثار سلبية ولكن ليس كلها سلبية، في أثار إيجابية. فمثلا بعد الكوفيد حصل بعد أسف الكوليرا سابقا حصل تطورات في القرن 19، حصل تطورات في شكل المدينة وفي الاستعمالات وإلى آخره. فنجد أن حتى مع الكوفيد يعني الجهات لم تقصر في استعمال التقنيات وتطورها بحيث أنها تنشئ نظام قوي للتعامل مع هذه الجائحة ومحاولة السيطرة عليها أو محاولة السيطرة على انتشارها بمعنى أحرى. الآليات اللي تمت عشان نقترب من فهم الموضوع، الآليات اللي تمت على مستوى بوليسي ثم استراتيجي وانتهت ب اللي هي الأكشن بلان أو الأكشن بروسيس. إن طبعا لو حسب الدراسة الموجودة إن المملكة العربية السعودية هي قارة، هي ليست دولة، هي قارة كبيرة فيها مترامية الأطراف وفيها مختلف الانفايرمنت وفيها الحمد لله طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يعزنا بالإسلام جميعا إن الباك جراوند كله يعتبر واحد، لكن في اختلافات في السوشيال وفي اختلافات وهكذا. فتركت لكل منطقة طبعا في إطار عامل هو البوليسي اللي بنتكلم عليه للتحرك فيه وفي استراتيجيات موجودة، لكن عملية الأكشن تركت لكل نطاق انه يقدر يتعامل مع الجائحة كمحاولة للسيطرة عليها خصوصا بعد عملية الانفراجة كما قلنا سابقا. اقول احنا بنتكلم عليها هي الاكشن بلان الاكشن بروسيس. البرزنتيشن الان نحن نتكلم على كيفية التعامل مع الاماكن المفتوحة او الووتر فرونت بصفة خاصة في المستقبل، لا قدر الله في لو حصل كوفيد او بمعنى اصح او بالاحرى ان احنا نقدر ان احنا دايما نكون في جاهزين او في مرحله تحفز لانتشار مره اخرى لهذا الوباء او غيره من الاوبئه. هناك اساسيات اتفهمت عليها ان احنا لازم نقدر عارفينها، هي زي الماسك لا قدر الله في الدخول في الاماكن اللي هي المغلقه، البعد قدر الامكان اماكن المغلقه. ال WHO يعني قالت ان من الحاجات او الاشياء المهمه جدا ان محاوله البعد عن الاماكن المغلقه قدر الامكان والاماكن المفتوحه. ومن هنا اتاكدت او ظهرت اكثر اهميه الووتر فرونت انها اماكن تمارس فيها الانشطه بشكل واسع و بأريحية قليلا عن الأمان ثقافة المولات المغلقة والآخر. لتنفيذ أي شيء أو لتنفيذ يعني خطط لمواجهة الكوفيد، من الأبحاث اللي احنا بحثنا فيها مع المكتب الاستشاري اللي كان بيتعاون معايا في هذا الموضوع، لقينا أن أهم حاجة أن الأويرنس أو الإدراك أو الوعي الكامل للمستعملين هذه الأماكن لازم يكون موجود، لا يجب أن يكون لا مبالاة أو نوع من الاستهتار في التعامل. للوصول إلى هذه الموضوع النظم وحدها ليست كافية، القرارات وحدها ليست كافية، اللي هي regulations أو rules ليست كافية، لكن من هو يستعمل هذه أو من يطبق هذه الآليات ومن يتم التطبيق عليه. ف حصرنا ان يجب ان التيم ورك او مجموعه العمل اللي موجوده يجب ان تكون مثقفه وفاهمه وعلى درايه كامله وفي نفس الوقت في امان، لان لا يجوز ان انا التضحيه بفريق يواجه الكوفيد بصفر. الجزء الاخر ان يجب ان يكون الاماكن مصممه بامور تساعد هذا الفريق على الاتمام، التولز اللي موجوده لازم تساعد هذا الفريق، النوع من الإعلام عن
الآليات أو الإجراءات، أو لا قدر الله لو حصل نوع مثلا من الألارم في منطقة، كيف مواجهة هذه الأمور؟ يجب أن تكون كل الأورنز أو الناس كلها المستعملين لهذه الأنظمة واعية في دخولها. يعني لأي سبب من الأسباب لما يزوروا أي مكان ووجدوا أن هناك فيه ألارم معين، يجب أن يحتاطوا ويبعدوا عن المكان. في بعض من الناس للأسف تقول لك لا والله يا لا خلينا نمضي، ما يصير شيء، أنا أتوكل على هذه الأمور. يجب أن تكون واضحة تماما، الكل يعلم أن هناك كوفيد، الكل يعلم أن هناك انحسار، الكل يعلم أن هناك قصة، لكن الميكانيزم نفسه للتطبيق هو المحرج. في الليتريتشر ريفيو كان في كثير من الباحثين اللي أكدوا على أهمية الحركة بتاعت الناس في الأماكن المفتوحة مع الحذر عقب الكوفيد. فإن أنت ترجع تخلي أو تسمح للناس أو المستعملين بممارسة الرياضة، بممارسة نشاط المشي، بالممارسات العامة لهذه الأماكن، ولكن في حذر، وليست يلا الحمد لله يلا خلينا نتوكل على، لا، الأمور طبعا التوكل طبعا الله موجودة، لكن الأمور يجب أن تتم بمحاذير. على المستوى الأكاديمي ظهرت في الفترة القليلة الماضية أكثر من 400 دراسة عن التعامل مع الأماكن المفتوحة، أو بمعنى أصح مش الأماكن المفتوحة، المعالجة الكوفيد أو طريقة التعامل معها. طبعا كان في نوتس كبيره على ان او ملاحظات كبيره على اي مدى تاثير الكوفيد على الصحه العامه، على الحاله العقليه، على التعامل مع الاماكن، التصرفات الشخصيه والاخره، وكيفيه التعامل مع هذه القصه. حاليا من خلال يمكن السكتش اللطيف الصغير اللي موجود، ان الناس لما بترجع وتمارس حياتها الطبيعيه موضوع النسيان شويه، يقولوا لا والله خلينا زي ما اتفقنا نخرج، لكن يعني بيعتذروا الدكتور، ترى احنا عايزين نخرج نتفرح ونشوف الدنيا، وعذرا للمحاذير والاخر، للاسف هي دي اللي كانت بتسوي بعض الانتكاسات الموجوده. ف يعني خطوه خطوه بنحاول ان احنا نوصل لعمليه التعامل مع هذا الموضوع. طيب لفهم اكثر لهذا الموضوع، المكتب الاستشاري اللي احنا كنا بنتعامل معاه مشكورا استضاف ورش عمل، وسوى نوع من الفوكس جروب الموجودة، وسوى نوع من الانترفيوز مع المتخصصين، وشملت المسؤولين الحكوميين أو النظاميين، المسؤولين في السبيلس طبعا، المسؤولين عن وزارة الصحة، الممارسين، وبعض عينات من المستعملين. من خلال هذه الورش العمل والفوكس جروب اللي تمت، للأسف وجدنا أن الممارسين للمهنة أغلبهم ليس لديه فكرة كاملة عن المواد التي يجب استعمالها في الووتر فرونت أو في الواجهات البحرية اللي تساعد على دحر الكوفيد. بمعنى أدق، هي الأسطح المنساء مثلا على سبيل المثال، اللوحات الذكية ولا أخر، النقطة دي أو النولج دي ما هيش موجودة، على الرغم من أن المنسيباليتيز أو يمكن جامعات المهندسين أو جامعات الفكر الهندسية بصفة عامة المملكة عملت زي نوع من ورش العمل وترتيب خبراء كده، ولكن لم تصل المعلومة لأغلب المهندسين الممارسين، وده بداية الألارم اللي موجود، إن إلى أي مدى ممكن تطبيق القرارات بتقنية عالية أو بدقة أو بحرفية. خلينا نقول الأكاديميكس طبعا انزعجوا والآخر لما جيت شاركنا معهم هذه الأمور وكيف ومش كيف. المهم إن هذه الحقيقة الموجودة والتي يجب أن ننتبه منها. المكتب الاستشاري طبعا الموجود كان على يعني جزاهم الله خير في دعمهم معنا، هم من الناس اللي هم كانوا مهتمين باللاندسكيب أركيتكشر، وكان لهم جوائز في تصميم المناطق المفتوحة وهكذا، فكانت له مصداقية في إنه بيدعمنا من خلال الانترفيوز الموجودة وورش العمل، وبالتالي قدرنا نحاول نحصر كيفية التعامل في المستقبل. أول شيء عملية returning safe للأماكن المفتوحة، استعمال البرامج اللي هي geographic information system أو نظم المعلومات الجغرافية، من خلال ربطه بصفة ديناميكية أعلى مع البرامج الخاصة بوزارة الصحة، بمعنى أن يتم ربطه من خلال GIS حيث أن يكون الموضوع أكثر دقة وحرفية.
ده على مستوى الاستراتيجيات او تنفيذا للبوليسي الكبيره. مباشره بعد ذلك هي عمليه الاكشن بلان، عمليه الكيو ار كود. الكيو ار كود لما اي واحد من المستعملين، يعني كان في بعض من الزملاء المتخصصين في الاي تي اقترح علينا عمليه الكيو ار كود الموجوده، ان ده يبقى موجود على التطبيقات لما ترتاد الووتر فرونت وتيجي تقرب من مكان، والله يخبرك ان لا يعني هو ده اوفر كوتد مثلا، لا والله انت بتتحرك بعيد شويه، لا مجال الانتظار في المكان الفلاني، عمليه التشجيع على ان هو التكاوي والى اخره، بحيث ان يبقى نوع من التعامل الكنترول، يعني اللي هو يتم التحكم فيه، ما يبقاش على هويه او على سجيه المستعملين، خصوصا ان احنا كما ذكرنا ان طبيعه الناس المستعمله مختلفه، لها كالتشر وخلفيات مختلفة، مدى تعليمي مختلف، مدى أويرنس مختلف، وبالتالي لا يمكن الحكم بأنه الجميع سيلتزم أو لا يلتزم، إنما لما يكون يجد إن في معه ألارم على الجوال مالول هكذا، فيلاقي إن في نوع من زي جذب له أو التحرك في اتجاه يبعده عن الخطر وهكذا. المواضيع أخرى كانت في بعض من التصاميم اللي تسود إن يتعمل زي نوع من الزونز، إلى حد ما لم يتم بأريحية هذه الأمور، أو بعض من المصممين لم يرتاح لهذه الأمور، ولكن في بعض من الناس أثاروا أن هي عملية بلانينج أو عملية جريدينج للمنطقة، بحيث أن يبقى معروف المسطحات أو الديستنس أو المسافات عاملة كيف في المنطقة الموجودة. في آليات اتعملت على أساس أن في بعض من الأمور زي الجدول موجود أمام حضراتكم، قمنا بتصميم جدول. الجدول ده بيعبر عن guidelines، هو الهدف من هذه الأمور دلوقتي الحين إن هي guidelines. نمرة واحد اتصممت عملية اللي هو أو الفكرة الجاي اس مع ربطه بالكيو آر كود مع الهاتف الذكي مع السيستم الموجود مع وزارة الصحة وخلافه، إلى جانب إن في للمهنيين أو للحرفيين الguidelines ده لأي مدى الأهمية. أنا على سبيل المثال مثلاً بنتكلم على البلاينج أريا، السوشيال ديستنس هل هو مهم؟ موجود بأهمية أن ننتبه من السوشيال ديستنس وعملية التاتشنج للماتيريالز والأخو. عملية التشيلدرين زونز هل إلى أي مدى الأهمية؟ لا دي موجودة بصفة عامة، بصفة مهمة جدا. طب الكار باركينج لا بتقل فيه عملية البركوشنز، اللي معروف أن الكار باركينج يدوبك الواحد بيصف سيارته وبينطلق في المكان، مفيش فيه الاحتكاك بصفة كبيرة زي المرتدين. بالنسبة للإنفراستراكشرز اللي هي موجودة زي الكار باركينج والأخره موجودة، بالنسبة للتويلت بتعلى فيه المحاذير والأخره، الأمور دي بتبقى زي تشيك ليست بتساعد المصمم ان يكون معاه، فبيعمل زي سيلف ايفالويشن للمشروع او للتصميم، وتساعد برضه عقب ان اللي بيراجع معاه من المنسبلتي او كذا بيتاكد من الجوده الموجوده، او بيبقى في نوع من السيلف كنترولينج خلينا نقول في هذه. الريتيرنينج سيف بالنسبه للخبر، الجميع زي ما احنا شايفين كده في الصور الموجودة، احنا كل هدفنا ان يرجع استعمال الناس اللي هي بصفة امنة، الاطفال تعيش حياتها الطبيعية بعد ما حصل لهم انعزال. فالامور دي لازم تكون محطوطة في ذهننا، يجب ان نتعاون جميعا لمنع حدوث لوك داون تاني او لا قدر الله في اي امر اخر، خصوصا ان كلنا نسعى في زي الويل بينج او الفير، وان الحياة تكون افضل. ف كيف ان الحياه تكون افضل لو لا قدر الله حصل في نوع من الاستهتار او التعامل، ونرى البسمه والحركه في الاجيال القادمه ويتحركوا باريحيه قويه. الموضوع زي ما اتفقنا ان يمكن الصوره اللي قدامنا البسيطه دي ان الطفل بيتحرك باريحيه وعلى سجيته، ما فيش اي محاذير، ما فيش اي شيء يحصره في الحركه، هو ده المطلوب. فالمطلوب من هنا ليست فقط ان احنا نضع قوانين، لكن ان احنا لازم نتعاون مع بعض بزياده الوعي بتاعنا، بزياده الاهتمام بالعمليات التصميمية، إن هي ليست فقط تصميم من أجل شيء جميل من أجل فانتازي أو برستيجيس، لا إن هي لازم تكون براكتيكال وتقدر إن هي تعيد السيفتي لليوزرز الموجودين، لأن مهم جدا هم يبقوا ماشيين بأمان، متحركين بأريحية، ما يخشوا أي شيء فيها، على أساس إن في النهاية خالص إن المجتمع يكون آمن و مستقبل بتاعه إن شاء الله واعد، خصوصا مع الاستثمارات الموجودة والرغبة في تحسين الحالة المعيشية والاجتماعية بصفة عامة في
المجتمع. فيعني إن شاء الله الأمور دي تكون على أفضل ما يكون، وأشكركم جزيلا وأعتذر عن الإطالة، وتحت أمر حضراتكم في أي سؤال إن شاء الله. مشكورين، شكرا. شكرا للدكتور إسلام على المحاضرة القيمة، ونبدأ الآن في استقبال الأسئلة. ورد سؤال يا دكتور من الأستاذة نادية، هل هناك أي اقتراحات في عملية التصميم مستقبلا للمناطق المفتوحة؟ هو التصميم بصفة recommendation يا دكتور، أعتذر منك. هو القصة طبعا احنا ما نستطيع ان احنا نحصر عملية التصميم، لان عملية التصميم دي كرياتيفيتي طبعا كما يعلم الجميع، لكن هي الريكومنديشن كانت في موجودة في الدراسة الكاملة ان شاء الله، وهي منشورة تبع احدى الجهات السيدية بالمملكة، وان شاء الله بتنشر في مجلات علمية ان شاء الله مستقبلا بعد الموافقة عليها من الجهات اللي كانت بتدعم البحث. الموجودة هي توصيات خاصة بالماتيريال، استعمال الآلات الذكية، اللوحات الذكية، بالخصوص عملية التايلينج، استعمال زي ما اتفقنا الهارد سكيب أو السوفت سكيب، كيف أن عملية الووتر إليمنتس حتى الموجودة، عملية اختيار الأنماط بتاعت الطرق، أن البيفمنت نفسه أو الرصف نفسه، في بعض من الريكومنديشن موجودة، ليس طبعا للحصر أو للتضييق الخناق على المصمم، ولكن لمساعده في اختيار المواد. فالحالية الريكومنديشن اللي موجودة موجودة في اختيار المواد المنفذة، إلى جانب آليات الكنترول من خلال الجي اس سيستمز أو الابليكيشنز الموجودة. شكرا. سؤال آخر يا دكتور، برأيكم هل هناك اختلاف في المساحات المفتوحة أو في تصميم المساحات المفتوحة بناء على اختلاف الموقع الجغرافي في المملكة؟ هو طبعا هو عمليه الاختلاف، هي الاختلاف موجود اكيد طبعا، يعني المملكه هي قاره زي ما اتفقنا يعني كما هو معلوم يعني، ولكن الاختلاف ده اختلاف ايجابي بالمناسبه، ان دي كانت يعني انا ك ك ك اربانست شويه من قليل في التيبلز الموجوده دي تطبق في اي مكان، على اي مكان مفتوح ليست مغلقه. شكرا جزيلا. الدكتور، في سؤال ورد من الاستاذ سامي السيد، كيف يمكن التغلب على الرطوبه في مثل هذه الاماكن المفتوحه المطله على البحر؟ هو السؤال ده من يمكن سؤال هو جميل طبعا، جزاه الله خير الاستاذ البشمهندس السؤال بتاعه، هو السؤال ده التحدي لكل الاماكن المفتوحه، وده موجود في يعني نقاش موجود في البحرين بصفه عامه، او في الاماكن اللي هي الوتر فرونت في الجده وفي الخبر، هي التحدي مع او مش تحدي، هي عمليه التعامل مع الرطوبه هو المهم، يعني عملية الشيدينجز الموجودة، عملية زي البجير أو الملاءة في الهواء، السيطرة على أو عملية دفع حركة الهواء للتقليل من الرطوبة دي يعني. بس هو طبعا ده يعني أستأذنكم، ده مجال كبير جدا للحديث فيه، لأن هو يخص بالتقنيات ويخص بآليات معينة، أعتقد أن بعيد شوية عن مجال الدراسة اللي أنا بتكلم فيها الحين يعني. شكرا جزيلا. سؤال آخر كذلك، من وجهة نظركم بحكم خبراتكم يا دكتور، هل يوجد تأثير كبير على المساحات العامة بعد أثر الجائحة؟ دكتور إسلام، نعتذر منك، أعتقد أنه علق عندك. لا الزول
دكتور اسلام، أنا بعتذر، حصل لي نوع من disturbing في الـ. هل سامعني حضرتك الحين ولا لا؟ إيه معذور طال عمرك. السؤال السابق فقط كان على اختلاف التصميم من بعد الجائحة على المناطق المفتوحة. بالضبط، هي الفكرة ان يمكن عملية السوشيال ديستنس هي المهمة، ان الحين عملية التجمعات لازم تكون تبعد، وعملية الاوبن سبيس تزيد، التشجيع على الاوبن سبيس بتكون مهمة. يعني مثلا المطاعم كان دايما الناس بتلجأ للاندور اكثر من الاوت دور، الحين في تشجيع على ان يكون لها الاوت دور مع وجود ميكانيكالز وموجود مراوح، موجود زي نوع من الملق في الهواء وخلافه، اللي هي بتساعد في عمليه حركه او تخفيف اثار الحراره. طبعا الاول التاثير في التصميم، يعني المفترض المشاريع القادمه تراعي عمليه اللي هي زي ما اتفقنا السوشيال ديستنس، وعمليه الاوت دور سيتنج اريا دي من الحاجات الاساسيه اللي احنا لازم ننتبه ليها ان شاء الله، ما خلاف الماتيريال طبعا في التمييز. بإذن شكرا. الله دكتور. نشكركم دكتور إسلام الغنيمي مرة أخرى على وجودكم معنا في أسبوع العمارة العربي الثالث، ونتطلع للتعاون معكم مرة أخرى. الله يبارك في حضرتك، وانا متشكر جدا، والاسئله ما شاء الله رائعه جدا، يعني اثرت الفكر، وبصراحه يعني انا تعلمت من الاسئله اكثر ما تعلمت من القاء المحاضره والبحث بتاعك. جزاكم الله خير، شكرا جزيلا. العفو، فمن لا.